صيغ لملعب أول نوفمبر استقبل اتحاد الحراش ضيفه البريجي لحساب الجولة الثانية من مرحلة العودة، مباراة أقل ما يقال عنها أنها كانت في المستوى لولا غياب الجمهور، فالفرص كانت سجالا بين الفريقين على مدار اللقاء الذي أدار تحكيمه الرباعي حلالشي دولاش قراري وسعدي. الشوط الأول الذي كانت انطلاقته من جانب أهل الديار الذين فرضوا منطق اللعب في الدقائق الأولى ليكون أول وصول لشباك نيل في الدقيقة الثانية للاعب مكيوي، لتليها محاولات تطامي الضائعة إلى الركنية. رد الزوار كان بالهجمة السريعة نحو الحارس ليمان، إلا أن اللمسة الأخيرة كانت غائبة. الدقيقة 20 بونجاح يضيع هدفا على طبق ليمضيه فيما بعد اللاعب يونس في الدقيقة 26. هدف زاد من حدة المباراة من جهة ومن الأخطاء من جهة أخرى، بطاقة صفراء للاعب منصور في الدقيقة 29 وأخرى لبلقروي في الدقيقة 35 التي نفذ خطأها اللاعب عمور الذي يضيع فرصة التعادل. الاتحاد ومن جهته حاول تعميق الفارق بمحاولة جميلة بين تطام وبنجاح الذي يضيع في فرصة رائعة لمرتين متتاليتين وجها لوجه مع نايلي، لينتهي الشوط الأول بالتفوق لصالح الاتحاد. الشوط الثاني وعلى عكس الشوط الأول ميزه العودة القوية لأهل البرج، وبالاستبدال الاضطراري لحارس المرمى النيل المصاب ودخول فلاحي مكانه، اللاعب ميزه المحاولات المتكررة والخطيرة من جانب البرج، إلا أن ليمان دائما في المكان المناسب. الدقيقة 82 شهدت تسجيل ركنية لصالح اتحاد الحراش التي ينفذها اللاعب يونس، لكن بن دحمان يعاود إخراجها للركنية والتي يوزعها بالقروي للمدافع طوهري الذي يسدد الكرة، تضرب اللاعب شبيرة ومباشرة إلى الشباك. هدف ثاني لصالح اتحاد الحراش الذي أعيا كاهل أهل البرج، لتتوالى المحاولات المتكررة والعديدة لأهل الديار وممارسة الضغط في منطقة العمليات، لينتظر الزوار الدقيقة الأخيرة من اللقاء مصفار الذي دخل اللقاء في الدقائق الأخيرة من أجل صناعة الهدف، ليعلن الحكم عن نهاية اللقاء بنتيجة هدفين لهدف واحد لصالح اتحاد الحراش.